هذا اتفاق مهم كبير اولا المؤسسه ديال الحوار الاجتماعي كما نادى بها صاحب جلاله اليوم كنزلوها للميدان واتفقنا بانه غادي كاين واحد الاتفاق ديال المؤسسه ديال الحوار اللي غادي يكونوا فيه لجان جهويه اقليميه محليه وكذلك وطنيه وغادي يكون هذا الحوار ماشي مره في السنه بالعكس عدة مرات في السنوات في السنه ان شاء الله في يعني في السنه وهذا الشيء غادي يخلينا نقربوا اكثر من المشاكل ديال الشغيله ولقوا لها الحل في احسن الظروف. كانت كذلك مناسبه باش يكون واحد الاتفاق آه على الزياده ديال الاجور يعني آه في القطاع الخاص وكذلك واحد العدد ديال الزيادات اللي كاينين في القطاع العام ونحاولوا نعالجوا خصوصا واحد بعض الاشكاليات والمعضلات اللي كانوا في آه متخلفين في هذه السنوات الماضيه في, في القطاع آه العام اللي لقينا لهم الحل باش نصلحوا يعني آه نصلحوا بعض الامور يعني ريباغي لي زاجيستيس اللي كانوا فهذه آه يعني اولا هادشي كله دخل فواحد النطاق مع النقابات اللي لهم الشكر انه دخلنا فواحد المرحله جديده ديال الثقه وديال العمل وديال سميتو فاحنا قدمنا مازال لا ريفورم ديال آه يعني اصلاح ديال التقاعد قدمنا عن واحد عدد الاصلاحات عندنا قدمنا كذلك هذوك لي تيكس ديال القوانين كلهم اللي باقي معطلين هادشي كله غادي نمشيو اليد في اليد مع النقابات باش ان شاء الله نلقاو شي حاجه اللي هي كتولم الجميع وهذا الشيء في ظل الشغيله لان الشغيله كنعتبروها مركز من يعني ركيزه من الركائز الاساسيه ديال الدوله ديال الاجتماعيه وخصنا نحافظوا عليها خصوصا في هذه الظروف اللي هي صعيبه اللي كتعرفوا ديال يعني الاقتصاد العالمي اللي هو يعني مقصح والتبعيات ديالو ديال ديال الاثمان وديال هذا فهذه كذلك نجاح اللي كان كنتمنوا على الله انه غادي يزيد بنا الامام باش نعود نزيدوا في تحسين الوضعيه ديال ديال الشغيله ديالنا هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي لانه اولا تنفيذا للتعليمات الساميه ديال سيدنا الله ينصرو عندنا المؤسسه ديال الحوار الاجتماعي ميثاق ديال الذي دي ينظم العلاقه ما بين الحكومه والفرقاء الاجتماعيين وارباب المقاولات ولين هذه المؤسسه ماشي مؤسسه عاديه فيها مواعيد قاره فيها التزامات وفيها مؤسسات سوف تنتج المخرجات ديال هذه المؤسسه ثانيا ثانيا لاول مره في تاريخ البلد عندنا واحد الاتفاق اللي فيه التزامات مرقمه ديال جميع الاطراف ديال جميع الاطراف اللي فيه لاول مره عندنا واحد الاجنده بتواريخ محدده ديال الاصلاحات كلها اللي خصها تخرج للوجود من القانون ديال الاضراب والقانون ديال مدونات الشغل وما الى ذلك من الاصلاحات وعندنا واحد العدد ديال الاجراءات النوعيه بالنسبه للعمل ديال المراه بالنسبه للقطاع العام لانه في واحد العدد ديال الامور بلاش السيده الوزيره عطاتكم الخلاصه ديالو بالنسبه للقطاع الخاص بالنسبه لتنافسيه المقاوله واللي اليوم هو انه الفرقاء كلهم اقتنعوا عن طيب خاطر على ان المنهجيه اللي اتخذتها هذه الحكومه في العمل هي منهجيه سليمه وكلهم تكلموا على اجواء الثقه راكم تعرفوا الاتفاقات هي اتفاقات ولكن الاهم الاتفاقات هو الثقه المتبادله ما بين الاطراف واللي هي اللي غتمكننا باش نتجاوزوا الصعوبات ونمشيو ببلادنا في المراحل المقبله ان شاء الله في التنافسيه في الاهتمام بالحقوق اليوم ديال اليوم وقع التوقيع ديال حوار اجتماعي هذا يوم تاريخي في المغرب المفاوضات كانوا في واحد الجو ديال الثقه اللي شفناها بان النقابات ثلاثه سنو بالنسبه للقطاع العام كاين اجراءات جديده بالنسبه لتحسين الدخل بدينا اولا بالفئات اللي عندها دخل قليل سميك طلعناه ايضا في التعويضات العائليه الأطفال الرابع والخامس والسادس كاين ايضا رفع نسبه الحصيص وايضا اجراءات بالنسبه للامراض المهنيه كاين ايضا اجراءات جديده في المغرب اللي هي رخصه الابوه مدفوعه الاجر لمده 15 يوم هذا اجراء هو لصالح المراه لان كاين النساء اللي تيولدوا بعاد على عائلتهم هذا 15 يوم كان الراجل يعاونها في تلك المرحله اللي هي مرحله مهمه الاعمال ديال القانون والاحترام ديالو في الاعمال ديال الاجر الادنى يتحترم في جميع المقاولات في جميع القطاعات في العمل التاريخي اللي دار اليوم بالنسبه للتوحيد الاجور ما بين القطاع الفلاحي وما بين الصناعه وما بين يعني الـ الـ الخدمات هذه امور تاريخيه ما عمر المغرب ما دارها تقريبا 20 سنه والنقاش كاين في هذه القضيه هذه ديال لو سميغ اي لو ولاول مره في تاريخ ديال البلاد وصلنا لهذا الشيء وما تنساوش درنا في هذا الشيء في واحد الظرف قياسي ديال تقريبا شهرين هذا الشيء كيعني انه العمل اللي نسقوا السيد رئيس الحكومه كان عمل جاد وحنا كحكومه جينا باش نترجموا بشكل عملي الاراده ديال سيدنا الله ينصره اللي هي اراده واضحه واللي جاء الوقت باش كل التعليمات ديال سيدنا تتنفذ والمواطنات والمواطنين والعاملات والعاملين كيستافدوا من الـ الـ الامتيازات اللي ديالهم تقدر تعطيها لهم. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.